الكحة مشكلة مزعجة، ممكن تسبب لنا ألم، وكل أحد يعاني منها، كل الأعمار حتى الصغار، وكل أحد يبغى يعرف كيف يتعالج منها. مزبوط نورة، خاصة على تغير الفصول منلاقي أنه صار عندنا حساسية من الجو وبلشنا نسعل، وإما بتكون بداية مرض أو بداية رشح أو غريب، وفي مرات أنه لا منوع الصبح مع سعلة ومنلاقي أنه خلص هاي السعلة اختفت كل النهار، فصراحة عن جد أنه مزعجة السعلة. شوف يا شاهد، في عندنا نوعين من الكحة، كحة بلغم وكحة من غير بلغم. يعني الكحة الجافة. أيوة. تكون سعلة جافة بالضبط. والبلغم حتى عنده أنواع، يعني حسب كل لون بلغم يجينا نوع مرض معين. أوكي. يس. فعموما الدواء حيجيك يا دواء يعالج الكحة اللي فيها بلغم أو الكحة الجافة. بخصوص الكحة اللي عندها بلغم، أهم شيء نعرفه أنه لازم نروح للدكتور عشان هو اللي حيعطينا الوصفة الطبية لهذه الكحة. حتى ممكن نستخدم فيه أدوية ما نحتاج فيها وصفة طبية، بالذات لما يكون عندنا فيه احتقان في الحلق نستخدم مضاد الاحتقان. كمان نقدر نستخدم بخاخ يكون محلول ملحي يساعد مع الكحة اللي فيها بلغم، يعطينا راحة مؤقتة، بس احنا ما نبغى نستخدمه مرة كتير لأنه ممكن تجينا أعراض جانبية زي زيادة في الكحة، احتقان الحلق كمان، وكمان ضيقة في الصدر. يعني هو حل مؤقت بس. ايوه بالضبط. اوكي. كمان الكحة الجافة أثبتت الدراسات أنه الأدوية حقتها ما تشتغل مرة كتير، وأصلا تسوي لنا أضرار جانبية. وأكدت الهيئة حقت الغذاء والدواء اللي هي الـ FDA أنه في أدوية المفروض ما نستخدمها عند الأطفال الأقل من 4 سنين عشان تسوي لهم مشاكل مرة خطيرة. أوكي. طيب إذا الطفل عمره أقل من 4 سنين وصابته السعلة، كيف بتتم علاج هاي السعلة؟ أهم شيء يروح عند الدكتور، هو يعني حيشخصه حسب الحالة حقته، أنه ممكن زي ما قلنا في الأول ممكن يكون مرض يسبب هذه الكحة. بتم معالجة المرض قبل الكحة، يعني بتم معالجة سبب السعلة أصلاً. في البيت ممكن نعمل بعض الأشياء تساعد على ترقيق البلغم، زي مثلاً استخدام مرطب الجو، نشرب وناكل أشياء فيها زنجبيل، ليمون، ثوم، عسل. كمان نقدر نستنشق زيت اليوكاليبتس، هذا كمان يساعد في إزالة البلغم من الصدر نفسه. كمان مرة مهم نشرب سوائل مرة كتير، بالذات الموية، وممكن نغرغر بالموية المالحة تساعدنا لما يكون عندنا احتقان في الحلق. صح، هاي بسمعها كتير. على العموم هن يعني معلومات ونصايح كتير بسيطة فينا نحن نعملهم بالبيت ونتجنب السعلة المزعجة.